وينضم معنا من بغداد للحديث عن التأهب الأمريكي في العراق بعد ضربة للميليشيات الموالية لإيران على الحدود العراقية السورية والصراع الأمريكي الإيراني الدائر العميد الركن خليل الطائي مستشار مركز الأمة للدراسات والتطوير للشؤون العسكرية والأمنية. حياك الله سيادة العميد. حياكم الله وبارك الله فيك أخي سعد أفل. بداية، قناة فوكس نيوز الأمريكية تقول إن التحالف الدولي بقيادة واشنطن رفع مستوى التهديد للقوات الأمريكية في العراق. ماذا تعني هذه الخطوات الأمريكية بعد الضربة الأمريكية للحدود العراقية السورية؟ أخي الكريم، رفع حالة التأهب هي إحدى وسائل التهديد في الحروب الغير مباشرة والمعارك القصيرة، ولكن هنالك موضوع مهم، هو علينا أن نفهم الاستراتيجية العسكرية الأمريكية التي هي تسير وفق نهج تصنيع الإرهاب وتغذيته وإيجاد جغرافيات قلقة أمنيا ومرتبكة سياسيا. الاستراتيجية الأمريكية في ظل الإدارة البايدنية هي ذات الاستراتيجية الأوبامية، وهي التغافل المقصود والهجمات العقيمة. لذلك عندما يتحدثون عن رفع حالة التأهب، يعني من المفهوم العسكري، ما دام هنالك قوات عسكرية تعمل خارج حدود البلد المعني وهذا البلد قلق أمنيا وغير مستقر عسكريا، فبالتأكيد هي تكون متأهبة. لذلك هذه رفع درجة حالة التأهب هي نوع من الإعلام المضلل وإرسال رسائل أيضا لكل الجهات بأن القوات الأمريكية مستعدة لمواجهة أي تهديد ميليشياوي أو إيراني. سيادة عميد، أنت قلت الهجمات العقيمة، هل هذا يعني أن إدارة بايدن ستدخل في حروب لا نهاية لها؟ أبدا، لكن الظرف الحالي يتطلب هذه الهجمات المتبادلة بين أمريكا والميليشيات، وهي تنفذ تحت عنوان المنفعة المتبادلة. فهذه الهجمات المصنعة في الدهاليز الأمريكية والإيرانية ستخدم أمريكا ببقائها في العراق لأطول فترة ممكنة وتنفيذ مشروعها للاحتلال، وستلمع واجهة الميليشيات بأنها تقاتل الاحتلال، وأيضا ستخدم الأحزاب التي تنضم إليها هذه الميليشيات سياسيا. وعليه فهذه الهجمات بالمفهوم العسكري تسمى لعبة الحرب بقطعات، والتي يتحكم حكامها والمشرفين عليها من إدارتها وفق رغباته. طيب، كيف يمكن قراءة الضربة الأمريكية؟ هل تأتي في خيار الردع أم المبادرة لإنهاء نفوذ الميليشيات الموالية لإيران في العراق؟ أخي، هذه الضربات كما سميتها عقيمة، هي متفق عليها بين أمريكا وإيران، ولكن بأدوات ميليشاوية. اليوم عندما أمريكا توجه ضربة هنا وهناك، لا تسمن ولا تغني من جوع ولا تؤثر على المستوى العسكري والأمني الميليشاوي، هذا دليل على أن هذه الهجمات متفق عليها بين الطرفين. وفي نفس الوقت الهجمات الميليشاوية أيضا توجه صواريخها الكاتيوشا إلى مقرات تواجد القوات الأمريكية، ولكن دون تأثير، وبعض الأحيان تحدث أخطاء ويسقط جندي جريح أو قتيل أمريكي أو من قوات التحالف. هذا الخطأ يكون رد فعل من قبل الحكومة الأمريكية لاتخاذ هجمات ضد هذه الميليشيات. نعم. ولكن بالنسبة لبايدن لن ينفذ هجمات في العراق، واختار الجغرافيا السورية لكي عدم إحراج حكومة الكاظمي، وفي نفس الوقت إعطاء ذريعة له في الشارع الأمريكي بأنه يواجه الإرهاب الميليشاوي. أستاذ خليل، يعني كيف تقيمون إدارة جو بايدن في العراق عسكريا؟ هل ستشهد أي اختلاف أم أننا سنشهد استمرارا لقضية الفعل وردات الفعل لا أكثر؟ أخي، بايدن ووزير دفاع لويد أوستن هم من يقودون العمليات العسكرية، وكلاهما ينتهجان سياسة لا تصعيد مع الأذرع الميليشيائية في جميع المنطقة وليس في العراق. رأينا بايدن يرفع ميليشيا الحوثي من قائمة الإرهاب ولا يتكلم عن ميليشيا حزب الله في لبنان. وكذلك بالنسبة للميليشيات في العراق، هو يعرف جيدا أين تحركاتها وأين مخازن الصواريخ وكيف تدخل من منافذ الشلامجة والطيب وغيرها إلى العراق، من إيران إلى العراق. لذلك
سياسة اللا تصعيد الذين يتبعونه وسيتبعونه خلال فترة حكمه تخدمه في عدم مواجهة هذه الميليشيات، لكن كما قلت سينفذ هجمات كفعل ورد فعل كما تقدمت حضرتك عن أي هجوم يرتكب خطأ يتسبب بمقتل جندي أمريكي أو جندي من قوات التحالف. طيب اليوم هنالك أصوات تنادي في العراق بإخراج القوات الأمريكية العسكرية من العراق والتي دخلت في عام 2003، أليست هذه القوى السياسية هي ذاتها من رحبت بدخول هذه القوات عام 2003؟ لماذا ترفض وجودها اليوم؟ ما الذي تغير؟ أخي بالنسبة للأصوات الذي تنادي بخروج القوات الأمريكية، هي ذاتها التي تعاونت وساندتها أمريكا. أمريكا جميعنا نعرف هي من دعمت الميليشيات التي تحولت إلى أحزاب سياسية، وبعلمها ذهبت الأسلحة الأمريكية المفروض تقدم إلى الجيش العراقي إلى الميليشيات، ومنها صواريخ الـ AT-4 المضادة للآليات المدرعة، وكذلك دبابات الأبرامز اللي استخدمها ميليشيات حزب الله العراق في القتال في معارك الأنبار. إذن هذه الميليشيات هي تعتبر أداة للقوات الأمريكية لإبقاء العراق خارج مفهوم الاستقرار الأمني والمجتمعي، وهذه الأصوات هي عبارة عن فقاعات هوائية إعلامية للتستر على التعاون المخفي بين الطرفين. مستشار مركز الأمة للدراسات والتطوير للشؤون العسكرية والأمنية العميد الركن خليل الطائي، كنت معنا عبر الهاتف من بغداد، شكرا جزيلا لك لانضمامك إلينا.